قال ادرس تراجم الذين يعدون في التاريخ من الربانيين العلماء الكبار الكبار، قسم كبير منهم شو كانوا في أول حياتهم؟ كانوا منحرفين. اقروا ترجمة فضيل بن عياض، شو كان بعدين شو صار؟ اقروا ترجمة عبد الله ابن المبارك، كيف كان؟ كان موسيقي، كان موسيقي، كان بيعزف وكان إلى آخر ما هنالك. اقروا ترجمة بشرى الحافي، كيف كان؟ كيف كلهم كانوا؟ كيف الله سبحانه وتعالى بعدين اجتباهم؟ لك انت كمان التجأ الى الله مشان يشتبيك انت الثاني، مشان تصير انت الثاني مثله لك. وهكذا يعني هكذا ينبغي ان يكون حال الانسان، كلها ترحلين الى الله سبحانه وتعالى. العاصي ندعي له بالهدايه، مظبوط ولا لا؟ نعم، ندعي له بالهدايه. والمستقيم ندعي لانفسنا انه الله سبحانه وتعالى يشفعوا فينا. نعم، مو هيك؟ هيك. اما اذا سمعت واحد انت عم تهدي لانسان عاصي طاغي انه الله يهديه، ربما اكيد في ناس بيغضب عليك، ليش عم تدعي له؟ لك اخي انا ما عم بدعي له انه الله يكتر له ماله، ما عم بدعي له انه يصير قوته اكثر، اي نعم، وبطشه اكثر، انا عم بدعي انه الله يهديه، انه الله يصلحه. لا ما تدعي. اذا منطق عقد، هذا منطق عقد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمين؟ دعا لأسوأ الناس اللي ظلموا أهل الطائف، اللي طردوه ولعوه. قالوا له اهدي، ادعو الله على ثقيف، على ثقيف. قال اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم. وضع كيف؟ نحن نتبع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معلمنا، هو مرشدنا، هو اللي بدلنا، وعلى نهجه سنموت وعلى نهجه سنحيا، وبهذا نلقى الله، والحمد لله رب العالمين. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.